السؤال رقم 24 مجموع الأسئلة اختبار القدرات. ما المستطيل المشابه للمستطيل المرسوم؟ أعطاني طبعا خيارات ألف وباء وجيم دال. هذا المستطيل المرسوم أعطاني عرضه 3 وطوله 6. طبعا المستطيلات أو المضلعات تتشابه إذا كانت أضلاعهما متناسبة. ما هما الضلعان المتناسبان من هذه الخيارات لي 3 و 9؟ طبعا واضح أنه جيم، لأن 6 نصف اللي هو ضعف 3 و 18 ضعف اللي هو 9، فأضلاع متناسبة، فالستة على 3 يساوي 18 على 9، لأن 2 هذا بيعطينا 2 وأيضا الناتج هنا 2.